روحك أمانة، البس الكمامة عشان أولادك الصغار، إلزم نفسك بالدار عشان رضا الوالدين، عقم الإيدين عشان أصحابك الحلوين، ابعد عنهم مترين عشان الكل مسؤول، الوقاية أفضل الحلول. اسمع من الحكومة الكلمة لين ما تمر هالأزمة. هذه الرسالة برعاية كنار تي في، صوت العرب من كندا. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم، سلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقات مسار مهنتي. هذا البرنامج اللي بتحدث فيه عن المهن في كندا، سواء بمعادلة الشهادة أو بطريقة الحصول على الترخيص أو حتى بدراسة شيء جديد أو امتهان مهنة جديدة. هذه كلها الأمور بتقوم بشكل من متطوعين، بنحب إحنا دائما نستضيفهم، فأي واحد بيجد في نفسه القدرة على أنه يتحدث عن هذه المهنة ويفيد غيره جزا الله خير، ممكن يتواصل معي وإن شاء الله بعطي دفعة معنوية عشان الناس اللي جاي جداد خاصة يكون عندهم ريفرنس، يقدروا يحصلوا على طرق لإيصالهم واختصار المسافات لهم. في صراحة يعني أنا اليوم حكي مع بعض الأصدقاء اللي اجوا من سوريا الشقيقة، أكيد عانوا لما وجدوا المعلومات هاي. اليوم احنا عم بنعمل هذا البرنامج عشان اللي بعدهم يجي يقدر يوصل لهاي المعلومات بأسرع طريقة وبأسهل طريقة. خليني أرحب ومعاكم بأحلى شباب درع الأبضايات زي ما بيحكوا، الأبطال الشاطرين اللي على الراس بنحطوا أخوي يوسف الزايد وأخوي علاء العمر. أهلا وسهلا فيك علاء. أهلا فيك حكيم، أسعد لي مساكم وأسعد المتابعين أجمعين. أهلا دكتور، الله يسعد مساك دكتور، بارك الله بك دكتور، حياك الله، بارك الله فيكم وشكرا لكم على وجودكم بهاي الحلقة. زي ما حكينا يعني أنتوا يمكن عانيتوا لما وصلتوا لهذه المعلومات ولا لا؟ ولا كانت على قفص من ذهب هيك واحد اجى اعطاك اياها؟ يوسف تفضل. ابو صلاح عندك تفضل. ابو صلاح صحيح، لازم انا قبله لاني طلعت الشهاده. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اسمي يوسف صلاح الزايد، املك شهاده ACZ ترك درايفر للمركبات التجاريه. وفي بداية حديثي بتوجه بالشكر والامتنان لسائق الشاحنة التراك عصام السباهي، لأنه عصام السباهي هو كان له الفضل الكبير بهالمهنة، علمني قوانينها، علمني تدريب دخول الحدود، التخليص الجمركي. بالفعل أنا لولا عصام السباهي كنت فشلت، لأنه مصلحة أو مهنة مو سهلة جدا، وبنفس الوقت بس تتعلمها راح تكون ممتعة جدا. نعم. علاء انت مين علمك؟ مين بدأ معك؟ مين ساعدك؟ والله انا كبداية ما ولا حد. الحمد لله. انا اساسا بخاخ موبيليا، بشتغل غرف نوم وهيك. بابا روح العالم تاخذ اي. فاشتغلت فترة بس ما كان الدخل هذاك الدخل اللي بيحلم فيه الشخص يعني كمعلم مصلحته. طيب. فأخذنا لي أوف اللي هو بالشتوية بخف الشغل، فأعطونا لي أوف في شخص فلسطيني بيقولوا له أستاذ إياس، ما بعرف إذا بتعرفه. هو وجهني بالبداية الأمر ودلني على السكند كارير في بروغرام بالسيرفس بأونتاريو. فإذا كنت عندك سنة تقريبا عمل أو
1200 ساعة بيقدروا يعملوا لك دورة أحسابهم. شو مكان الاختصاص اللي أنت بتحبه، وبيغطوا لك لحد 28 ألف. فأنا فت على الأساس، عملت الليسن، عملت اوكي ACZ ليسن تراك دايفر مثل الشهادة اللي مع أبو صلاح، والحمد لله بلشنا شغل. طيب ممتاز. إذا خلينا نحكي شوية عن هذا الموضوع. أبو صلاح، أنت دخلت نفس البرنامج هذا ولا لا؟ أنا وصلت على كندا هون براسي الخطة، ها هي التراك درايفر، يعني بس للأسف مو نفس بلادنا، يعني عملها تختلف جدا عن عملها بالشرق الأوسط. إلها قوانينها، إلها كثير أشياء لازم أي إنسان يدخل فيها لازم يعرفها مباشرة. أنا تعلمت من ناس عندهم خبرة عشرات السنوات حتى قدرت أتعلمها يعني. وأنا ليش بقول لك أنا ممتن للأشخاص؟ لأنه فعلا الإنسان يوم بيعطيك خبرة، هاي الخبرة ما أخذها بسهولة. أنا طالعت الفولجي، هي طبعا بدها تكون أنت الفولجي، بده يكون عمرك فوق ال 21 سنة حتى تقدر تبدأ بهالموضوع. رحت بديت بمدرسة اسمها نورث أمريكا. أوكي. نورث أمريكا هي عبارة عن تقريبا 4 أسابيع تدريب نظري وعملي. والحمد لله نجحت من أول مرة. يعني بتقريبا شهر. شهر بدها إيه؟ شهر كلفتني أنا تقريبا وقت على حساب الشخص طبعا $6,500. أوكي. وعلى انت دفعت لك الحكومه لانك انت كنت تشتغل عدد من الساعات، فانت نعم. مؤهل لبرنامج اسمه سكند كارير اللي هو اعطاك هذا اللي تدرسه، صح؟ نعم، أنا درست 6 أسابيع، كانوا أربع نعم. أسابيع عملي على الطريق وأسبوعين بالصف قوانين وهيك شغلات. نعم. طيب خلينا نحكي عن هذا الـ ليش فكرتوا فيها؟ هل فعلا لها دخل جيد؟ هل هي المهنة جيدة في كندا ام يعني دخلها وسط هيك؟ خلينا نحكي مع يوسف، لانه انتم تشتغلوا، انتم ما نفس الرخصة بس كل واحد بيشتغل بمجال. يوسف بس عشان الجمهور يعرف، بيشتغل بين كندا وامريكا نقل. علاء بيشتغل داخلي، صحيح؟ صحيح. نعم. خلينا نعم. نبدأ من يوسف. احكي لنا شوية عن هذه المهنة كدخل، كيف وضعها؟ هلا يعني هي تقريبا أنا بالبداية اشتغلت، عانيت في البداية طبعا لأنه ما كان معي باسبور، ما كان معي الجنسية الكندية حتى أدخل الأراضي الأمريكية. بالبداية أول سنة بده يعاني أي شخص، لأنه أي شركة بده خبرة على الأقل سنة. لكن يلي بيسافروا على أمريكا ما بيحتاجوا للخبرة، بيعلمون لمدة شهر بعدين بيعطون تركات بيمشون بأمريكا. بكندا حصلا بدهم كندا. أنا اخترت يعني هذا العمل، سمعت من صديق اللي هي الخط، يعني تقريبا هي الخط الاول بكندا بالدخل الممتاز والكويس. يعني هي صح في مشقه لكن في مردود، يعني تقريبا 75 الف سنويا. ممتاز. وما بدنا ننسى متعه السفر، يعني انا بحب هالشغله، كان فيها متعه السفر، بلاد جديده، طبيعه جميله. يعني أنا صار لي 5 سنوات لحد الآن ما عم بشعر بالملل لأنه فيها متعة. وبتشوف ناس جداد وبتعرف على ناس جداد. بتشوف ناس جداد، بتعرف على ناس جداد، وفي مردود مادي. أنا بحب مصلحتي. نعم. ونصحت جميع الناس، أنا هون أول ما وصلت نصحت جميع الناس إنه يطالعوا هالعمل لأنه فيها مردود مادي جميل وفيها متعة بالعمل. بس يعني في ناس اختار، كل إنسان اختار طريقه مثل ما بده. علاء، كيف بالنسبة لك أنت؟ شو صار معك؟ أنا أول ما أخذت الليسن بلشت أدور على شغل. نعم. فبلشت بشركة كونستراكشن بيعملوا بيزفتوا مداخل البيوت، بيزفتوا كراجات،
بيعملوا بيفنج. نعم الشركة صغيرة، هي أهم شيء مثل ما قال الأخ أبو صلاح، الخبرة مهمة كثير. فالشرك الكبيرة بضل إذا ما كان عندهم تريننج ما بيستقبلوك كموظف عندهم يعني، يا أما إلا إذا كان عندهم برنامج تريننج للنيو درايفرز. فأني بلشت بشركة صغيرة عند منطقة راسل جيد. فيليج، اشتغلت على اللاب تبع زفت تراك تراي اكسل، وبلشت اشتغلت معه حوالي السنة تقريبا، وعجبتني صراحة الشغل اللوكل يعني، اللي عنده عيلة صراحة بيظل أفضل إنه يكون لوكل، حتى يعني الساعة 5 بخلص برجع البيت بشوف أولادي كذا. استمرت تقريبا سنة، بعدين اجى الاخ ابو صلاح سحبنا لعنده على الشركه اللي بيشتغل فيها، فطلبت اني الخط اللوكل مثلا ابعد شيء يكون تورونتو، فكنت اطلع تورونتو مونتريال اوتاوا، اوكي حتى هذا الخط القصير يعني كنت اطلع الساعه 2 الصبح 2 الظهر، ارجع البيت الساعه 7 6 الصبح يعني، احط راسي وانام، الاولاد يروحوا على المدرسه ويرجعوا من المدرسة وما يشوفوني، أشوفهم يوم الأحد بس. فرجعت تركتها وقررت أرجع نفس الشغل الأولاني، فأسست شركة صغيرة وسحبت دامب تراك وبلشت شغلي أنا يعني، شغلي الخاص فيها هون بأوتاوا. دمب تراك يعني تبع النفايات الكبيرة هاي صح؟ التراك اللي عندنا بيقولوا له قلاب بحص اوكي ورمل، بتشيل صخور وحفريات وهيك. اوكي ممتاز. طيب يعني خلينا نحكي هلا، انت صار عندك شركة لحالك، اكيد الدخل صعب انك تحكي لانه لسه في البداية، بس لما تكون تشتغل مع شركة مثلا، اول شركة اشتغلت معها تقريبا كم بعطوا بالسنة أو بالساعة؟ كيف كانوا يحاسبوك؟ هلا الشرك كل شيء لوكال، هلا ابو صلاح بيشتغل مسافات بيحسبوا له على المايلج، نعم طالما عم بيسوق عم بيحسبوا له مايلج. اللوكال بيحسبوها على الساعه، لانه انت ما راح تمشي مسافات ممكن بنص ساعه ما تمشيش كيلومتر مثلا، اوكي فكله على الساعه. فبتبلش هي بال $23.5 ممتاز. ساعه التراك درايفر تقريبا هون بأتوا. ايه ابو صلاح، انت حكيت لي في فرق بين نوعين، في نوع بتلاقيه عنده او هو شاري لحاله الراس تبع التريلا هاي، وفي ناس لا بيشتغل بيستاجر الراس من الشركه، شو الفرق بينهم؟ مو بستاجر، في ناس تشتغل هي بتحب سائقين، هو بيقول لك ما بدي هدك، لانه انت يوم تكون انه انت صاحب تراك راح انت تكون مسؤول عن التصليح، يعني راح تكون كثير في مسؤوليات امامك. اما يوم انت عم تشتغل بشوفير شركة مثلا، بنشر دولاب، الو بنشر دولاب، ما في يعني، ما انه مو مسؤوليتك يعني الكاملة يعني. انا اشتغلت سائق مدة تقريبا 3 سنوات مثل ما حكى السيد علاء أبو زايد، الشركات بتورنتو مونتريال بيعطوا مثلا على المايل، كل شركة تختلف يعني. أنا اشتغلت بأول بدايتي كان بشركة اسمها شركة فالكون، بيعطوني كان 50 سنت، يعني هذا يعتبر بكندا كويس كسائق، نعم 50 سنت يعني بيعدل راتبك 5 رحلات أسبوعياً مونتريال تورنتو، بيعدل راتبك شهريا 6000 6500 دولار. اوكي بعدين انتقلت لشركة كارافان، بس طلع لي جواز الامريكي، اشتريت انا تراك وصرت اشتغل وزود رحلات من الشركة واشتغل لامريكا. انه تكون صاحب تراك انا برأيي الشخصي هو افضل انه ما تشتغل سائق، لانه انت بتصير يعني تقريبا انه انت تقدر ترفض الرحلة اللي بدك إياها، بتقدر تشتغل الوقت إيمت ما بدك، إيمت تروح، يعني أنت ملك نفسك تقريبا. نعم يعني
وك بال يعني صار عندنا خبرة مثلا، مثل ما بيقول انه شو هو التراك اللي لازم يكون معك، شو اللي انت لازم تشتري، وين بدك تصلح، وين بدك تشتغل، وين بدك تروح، وين بدك تيجي، يعني نعم ستيب باي ستيب مثل ما بيقولوا. واضح. طيب انا نعم بدي اسالكم شويه اسئله هيك او تفضل. كلمات وانتم تقولوا لي شو رايكم. وهذه يعني انا حسب اللي دورت عليه هذه هي السيئات تبعت هاي المهنه، الجو، الجو الشتاء والعاصف والثلج. نبدا من ابو صلاح، شو رايك بالجو؟ يعني متأكد الجو من مصلحة أبو زايد، لأنه هو بيشتغل دم بترك، هو بده ثلج ينزل عشان يصير ينقل ثلج. مصائب قوم عند قوم فوائده. نعم. أنا ما بدي الثلج ينزل، لأنه هلأ أنا يوم كنت أشتغل بكندا في صعوبات كثيرة، الجو مو سهل، الجليد والأمطار الجليدية، وبدك تكون حذر جدا جدا، يعني بدك تكون انه انت انسان ما تطمع انه تخلص رحلتك بنفس النهار، يعني بدل ما صير تشتغل خمسة، انا عادي صير اشتغل 3 رحلات ما في مشكلة، 3 رحلات على 5 ايام ما في عندي مشكلة، مقابل انه احافظ على ارواح الناس قبل روحي، لانه انا هاي مسؤوليتي، هاي حرام اني اجي اعمل حادث ودمر حياة الناس. في ناس مثلا في سرعات في كذا، وبتشكر ب جدا من قلبي بتشكر الشرطة الكندية في يعني بخدماتهم، عن جد خدمات مو طبيعية على الهايويات وعلى يعني لا سمح الله أوقات الحوادث، شيء عن جد شيء بجنن يا دكتور، عن جد أنا بتشكرهم من كل قلبي، وكل عام بشكرهم بقول فعلا هالبلد جميله جدا، لانه يوم انت تلاقي خدمات انه الحادث على السريع يستوعبوه، يشيلوا التراك، يسعفوا المصاب كذا هيك، يعني كل هذا ينجزوه بساعتين، هذا شيء ممتاز. طيب انا كنت يعني براكب على الجواز الامريكي عشان انتقل على السفر على امريكا، هلا امريكا بس تفوت خلاص اختلفت الحياه، اشتغل التبريد، الحراره حلوه، ما في ثلج، ما في كذا، الامور بألف خير. العكس على الجو بالنسبة لك؟ الله، احنا الصيف والشتاء نفس الشيء، يعني بالنسبة لي يعني بنبسط مثل ما قال على الثلج، لأنه شغل الثلج بصفي أكثر، يعني بصفي عندنا شغل أكثر يعني بالثلج، يعني ننقل ثلج من مع السيتي. بس جمالا ساق، يعني ساق الشاحنة بده يتحمل كل الأجواء دكتور، يعني بدك تشتغل 12 ساعة هاي، يعني ما فيش مجال، إذا كانت الشمس طالعة وإن كان ثلج وشو ما كان بدك تشتغلها، يعني واضح ما في شيء بوقفك. كلمة الثانية العائلة، العائلة علاء حكى شيء مهم جدا على العائلة، وحبدا مع هو اختار انه يضل محلي يمكن ظروفه عشان العائله. انا بعرف يوسف هونيش العائله ما كان موجود فما كان مهتم، البيت فاضي فاضي يعني، الحمد لله ربنا جمعه بالالف. هلا شو بالنسبه لك موضوع قياده هذه الشاحنات والعائله؟ بالنسبه لي يا أنا ما بنصح حدا يعني عنده عيلة وعنده أولاد يشتغل، يعني يشتغل مسافات مثلا long distance، يعني كثير صعبة للي عنده أولاد. يعني أنا هسا عم بشتغل local صحيح، كل يوم بيحكوا معي الأولاد فيديو يمكن 3 مرات أو 4 مرات، عندي 3 أولاد الصغار، يعني مع أني كل يوم المساء بكون عندهم، يعني للعائلة صعبة. يعني واحد عزابي، يعني لو أنا عزابي يمكن بطلع من هون لألبيرتا ما بسألش، يعني بس بطلع 5 أيام على الطريق ما بسألش، بس الأولاد بيظلوا يشتاقوا لأبوهم، يعني صعبة، يعني صعبة هي المهنة، صعبة بالنسبة للعائلة، يعني اللي عنده عائلة إذا اشتغل مسافات. يعني يوسف صلاح هو هل تقدر تنصح، هل تأخذ مثلا إجازة يومين وتعطي
أنا تقريبا دكتور بشتغل فقط رحلة واحدة، مثلا باخذها على فلوريدا أو باخذها على مثلا ألاباما، بتكلفني هاي الرحلة 4 أيام ونص، وبقعد 2 أو 3 أيام أو 3 أيام عند عائلتي، وإذا ايوه حبيت بقعد أكثر طبعا 4 أيام 5 أيام. بس مشكلتي أنا تعودت على هالشغلة، إذا ما سمعت صوت ترك ما بقدر أنام يا دكتور، صار لي 3 أيام عم بعاني هون، بقولها للمرة جيب لنا شي طاسة دقي لي فوق راسي عشان أقدر أنام. وهي هاي الشغلة دكتور اللي بيجربها سبحان الله بتفوت بالدم، يعني هي فيها متعة النوم التراك والكذا. هاي هو مزبوط كلام أبو زايد، يلي عنده عائلة لازم يكون بجنب عائلته، لكن أنا الحمد لله الحمد لله رب العالمين موفق بجيران كثير، يعني كثير ممتازين. يعني أنا طبعا بجيب أغراضي وأشياء الخاصة خلال كذا، هاي موفق أنا بجيراني يعني هون بيساعدوا زوجتي إذا في موعد طبيب في كذا وكذا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. طيب الصحة القعدة هاي، أنت بتسوق 10 ساعات 12 ساعة باليوم، قعدة طويلة، شو بتحكي عن موضوع الصحة؟ هل تشعر أنه فعلا بتأثر على صحة الواحد ولا لا الوضع ممكن؟ هلا دكتور، هو خلال دراسة بالمدرسة في موضوع الصحة درسونا إياه، إنه أنت بس تنزل من التراك لازم أقل شيء تمشي كل يوم نص ساعة حوالي التراك، تمشي نص ساعة حوالي التراك. طبعا بده يكون أكلك منتظم، يعني بده يكون تدخينك منتظم، لأنه أنت ما في عندك حركة، هاي من سيئات المصلحة يعني تعتبر. صحيح. يعني هو صح مرات بصير في ملل بالطريق، بس يعني بدك تحاول انت ترتب برنامجك. يعني كل انسان له شو هو له طريقته حتى يرتب برنامجه، شلون بده يشتغل، شلون بده ينظم وقته، شلون بده يتمتع بالطريق. يعني اصلا الحمد لله بروح برحلتي مبسوط وبرجع مبسوط. نعم الحمد لله. الحمد علاء لله. الصحة يعني بالنسبة للصحة، شاحن سلوى، أنا يعني صار عندي ربينا كرش على المصلحة، صار لي 2 سنين عم بحاول أخفف وما عم بخف الكرش يا دكتورة. ف يعني فيها يعني إذا ما لعب رياضة الواحد، ما يعني 2 سنين زمان بيصير وزنه نص طن. نعم والوزن اكيد بتاثر في الموضوع. نعم طب الوزن بتاثر يعني. طب انا ما بس بدي اسال سؤال ثاني، الاكل انت في السفر هل تاخذ معك اكل ولا بتطبخ في الطريق؟ مثلا يوسف، يعني تحية لهم صلاح، والله هاي قاعدة عم تطبخ لي فاصولية. الله يحفظ لك اياها. الله اي يخليكم طبعا يا مهدي. تطبخ لي مثلا يعني ل5 ايام بوجبه فطور ووجبه غداء افضل، لانه ما في وقت دكتور انه انت تقعد تطبخ وكذا، ويعني مو مثل بلادنا هون انت في عندك 11 ساعه مثلا قياده، في عندك 2 ساعة اوف ديوتي هذول لك، في 10 ساعات نوم بدك تاخذن، في حمام في كذا، بتلاقي اكلتك جاهزه ارتب وانظف واسرع يعني. نعم علاء، انت عادة شو تسوي في اكلك؟ أنا باخذ زواتي معي، هون أم زايد بتجهز لي زواتي، أنا ما كل يوم بيومه يعني. ف ببلادنا ما فيش التنظيم تبع، يعني هون في عندك 11 ساعة، يعني كلوكل عندي 11 ساعة سواقة، بعديها بدي أريح 6 ساعات مينيمم. فببلادنا ما فيش، بتلاقي كل تراك فيه مطبخ تحت القلاب تفتحه، صحيح. ما عندك الغاز، عندك تطبخ انت بتسوي. اي هون لا ما في شيء، لانه حتى استراحة يعني 12 ساعة يمكن تريح فيه نص ساعة ويمكن ما تريح يعني. فبناخذ اكلنا معنا، باخذ معي وجبة يعني مشان كمان ما يزيد الوزن، يعني عم نحاول نخفف يعني. نعم اه طيب المخالفات المرورية هاي اكيد نعم يعني عائق، لانك انت رايح وجاي على الخط يعني كل يوم، مش انه والله مره بالاسبوع ولا بتسوق عادي. احكي لنا يوسف عن موضوع المخالفات والشرطه والقوانين بين كندا وامريكا. هلا بال
بنصح كل سائق تراك لازم يكون معه جي بي اس خاص للتراكات، جي بي اس حقه شيء 300 او 400 دولار خاص للتراكات، لان شوارع التراكات تقريبا يوم انت بدك تفوت على مدينه تختلف عن شوارع السيارات، لانه في جسور، في بيوت، في اشجار، في شرطان كهرباء نازله، يعني هم منظمين، في صاينات انه ممنوع ترك من هون. اذا ما معك جي بي اس ترك انت فتت الطريق، خفت معاش، يعني هي انت معك شاحنه، مو سهل انه تبرم مثل ما بدك، تمشي مثل ما بدك. التركات والشاحنات عليها مراقبه جدا جدا كبيره، يعني بالهايويات يعني على ملاحظه، لانه حوادث دكتور يعني خطيره جدا، حوادثها مو سهله. فلذلك اي سرعه يعني غير اي سرعه فوق الليمت المسموح، الباب بتلاقي غير البوليس وراك وعطاك المخالفه وبتروح فيها وانت بتضحك، انت تضحك ومش حيالله مخالفه. انا وبحترم مثلا الشغله هاي، لانه فعلا يعني قوة القانون تضبط الناس، يعني تضبط الناس، لأنه موضوع مو سهل دكتور، لأنه أنت موضوع ترانسبورت الشاحنات يوم تفوت على أمريكا بعد الساعة 7 المساء 8 المساء بصير يعني شيء موضوع يعني كبير، شاحنات وين ما تطلع شاحنات بتقول مثل يعني جبوعنا حلو فاق. يعني وفي موازين على الطريق طبعا هي بتراقب كل شيء، مثلا الاوزان الكذا، هذا اذا يعني لانه في اوزان مسموحه وفي اوزان مش مسموحه بالكذا. نعم على شو بالنسبه لك المخالفات انت ما دامك لوكال؟ مش كثير فرق عن عن سيارات الهايوي، بس في شغله هون شوي بيدققوا على على الشغلات على التركات الكونستراكشن اكثر من اللي على الهاي واي، لانه اغلب شرك الهاي واي في عندهم مثل ما تقول في مثل في برنامج بينهم وبين الحكومه، يعني في بيجبر يعني هم بيجبروا حالهم يفوتوا بهالبرنامج، وفي مثل ما تقول بس تمرك سيارة الشركة على هاي واي ويكون الـ MTO مثلا أو البوليس الكوميرشال واقف على الهاي واي، مجرد ما دخل الستيكر تبعها على السيستم فبيعرف إذا السيارة أمورها بخير أو لازم يوقفها، يعني إذا الشركة ملتزمة بالإنسبكشن بالسيفتي بالأمور هاي. إحنا الوضع عندنا بيختلف لأنه كونستراكشن أعمال بناء وحفريات والقبان مش موجود وين ما كان، يعني القبان موجود بالكسارة مطرح ما منجيب رمل، أما مطرح ما عم تحفر ما في قبان اللي يوزن يشوف وزنك مظبوط. معظم الإكوبمنت الحفارات بيكون فيها ميزان فبيعرف، بس يعني معظمهم فيها، بس في شرك ما بتركب الجهاز لأنه غالي. وين بتشوف في ورشة كبيرة تركات بتشوف في سيارات الـ MTO أو البوليس بتلاقيها قريبة منها وبيوقفونها، يعني والمخالفة مش هينة. يعني نصيحة للي بده ياخذ الليسن مثلا أو حاب يشتغل ترك درايفر، أهم شيء يكون عنده إنجليزيته، يعني أقل شيء تكون 6 كليفل، لأنه في كثير قوانين يعني حتى اللي ليفلو 10 احيانا ممكن ما يفهمها، يعني قوانينهم كثيره هون. اذا كان غشيم مثلا ممكن يخسر الليسن تبعته خلال سنتين، ممكن يخسرها يعني اذا كثرت المخالفات. خلاص بيعملوا له اياها بيرجعوا له الجي. ابو صلاح انا بدي احط الايفون بيعمل وجه، حنرجع لكم بعد هذا الفاصل السريع، خليكم معنا نكمل عن موضوع ترخيص أو حصول على رخصة لقيادة الشاحنة. الملايين يعيشون في خطر، الجفاف والفقر يهددان حياتهم، الوباء يحاصر صحتهم ورزقهم. يمكنك إنقاذ حياتهم، زكاتك تصل إليهم في 44 دولة لتكون غذاءً، علاجاً،
عملا. قدم زكاة مالك الآن للإغاثة الإسلامية عبر العالم. زكاتك في أيد أمينة. نذكركم جميعا تشتركوا في مسابقة موهوب العربي كندا الضايل لنا فقط إلى نهاية هذا العام للتسجيل في هذه المسابقة للشخص اللي عنده أي موهبة عمره 10 سنوات فما أكثر يعيش في كندا أو أمريكا ممكن يسجل في هذه الموهبة على canaltv/talentshow وإن شاء الله راح تكون تبدأ المسابقة من شهر 1 السنة القادمة وراح يكون فيها تحكيم وراح يكون فيها عرض مباشر. بنرجع لكم مع يوسف زايد وعلاء عمر نتكلم عن موضوع قيادة الشاحنات في كندا. احنا كنا نحكي عن موضوع القوانين، هل في عدد ساعات محدد حسب القانون عشان تقدر تسوق فيه في كندا وامريكا ولا ما في سوق قد ما بدك؟ يوسف أيوة دكتور. نعم، القيادة في كندا هي 13 ساعة. أوكي. ومعك ساعتين أوف ديوتي. هذول كلمة أوف ديوتي يعني أنت زلمة مثلا بتاكل فيهم تشرب فيهم بتروح بتتحمم فيهم، هذول ساعتين أوف ديوتي، ومعك 8 ساعات وقوف كامل هذول سليب. بالولايات المتحدة 11 ساعة القيادة، ثلاث ساعات اوف ديوتي والباقي سليب، 10 ساعات نوم. علاء كيف عندك في داخل المدينه؟ نفس الشيء اللوكل. الامه في دفترين لللوج بوك، في دفتر بيسموه اللوج بوك هذا لكندا. اذا كان اللوكل بنطاق 160 كيلو للمدينة اللي انت فيها، فانت بس تعمل انسبكشن عليه وبتحط اي ساعة بديت وقدي الكيلومتراج تبعك. اي مسموح لك 13 ساعة بس، ومثل ما حكى ساعتين اوف ديوتي وثمان ساعات نوم. ما فيش فرق يعني، بس انه المسافات بده يحط وين كان الاوف ديوتي، وين كان الاون ديوتي، وين كان الدرايفنج، بدك تحط باي مكان كنت وكذا تفاصيل يعني. يوسف انتو في عندكم برضه كتاب بلوج ولا كمبيوتر؟ قبل هاي السنه كان تقريبا بامريكا من زمان كمبيوتر، بس في كندا كان دفتر، بس السنه هاي كله صار كمبيوتر. احنا لا كمبيوتر دكتور، يعني ما في مجال. طيب موضوع التأمين، طبعا تأمين السيارة عادة غالي، فما بالك في تأمين الشاحن؟ كيف التأمين بيصير؟ هل مبالغه فعلا كبيرة؟ بدك تحكي مع أبو زايد بالموضوع. يلا أبو زايد. نعم، طبعا مثل ما السيارة الصغيرة الشركة التأمين بتسألك عن الإكسبرينس اللي عندك أو الخبرة بالسواقة أو قدي صار لها معك الليسن، بالكوميرشال نفس الشيء، بالأخص إذا كانت يعني إذا كانت أقل من 5 سنوات الرقم خيالي جدا. يعني لما بلشت، يعني بلشت السنة الماضية بلشت مثل هالأيام، يعني مثل ما تقول مغامرة، ما حدا ببلش بأول الشتوية بهيك مصلحة، لأنه هو بيخف شغلها بالشتوية.
غامرت وفتت وتكلنا على الله. اي بس حكم انه ما عندي يعني الاكسبيرينس اللي لازمه كسائق بكندا، كان صار لي تقريبا سنتين، كانوا ياخذوا على التراك 2600 دولار بالشهر انشورنس. 2600. نعم، اوكي. 2600 دولار بالشهر. وهلا نزل مع الاكسبيرينس بينزل اي شوي. هلا نزل تقريبا، شالوا منه 1000، بعد سنة شالوا من المبلغ 1000، فصار 1600. طبعا كل سنة بينزل، يعني ممكن ينزل يوصل لحد ال 400 دولار اذا ظلينا ساحبين نظامي، ما فيش حوادث الحمد لله، ما فيش نعم تكتات، بيظل ينزل يعني لحد ال 400، يعني المينيمم هو 400 تقريبا، 450. نعم. أبو صلاح، كيف بالنسبة للتركات وخاصة اللي بتروح على أمريكا؟ عفوا دكتور، التأمين كيف بتدفعوا أنتم؟ التأمين أنا بتدفعوا الشركة هي المسؤولة عن التأمين، أوكي، أنتم مع الشركة، ما لك خاص. الشركة تبعيتي، أنا بشتغل لصالح شركة لأنه صاحب ترك بده يشتغل لصالح شركة. أوكي. كل شركة لها عروضها طبعا، بس أكثر الشركات هي اللي بتدفع، مثلا بتقدم عروض، يعني هي بتدفع للبليت للوحات والترسيم السنوي طبعا، وبتدفع للإنشورنس. في لي صديق انا بشتغل مثل شوفير تراك، هو بدفع التأمين تبعه تقريبا بيوصل لألف دولار كندي شهريا. هذا عنده خبرة فيه. ايه عنده خبرة. ايه اوكي. طيب ترخيص هاي الرخصة اللي انتم معكم، الرخصة اللي اخذتوها من الحكومة، كل كم سنة بتجددوها؟ 5 سنوات. كل 5 سنوات. اوكي. نعم. هل لما تروح على مقاطعة كيبيك في شيء يختلف على القوانين، ولا تقريبا نفس القوانين؟ بتروح على مونتريال، بتروحوا على كيبيك سيتي، هل تختلف القوانين ولا نفسها؟ هلا بالنسبة للقانون، أونتاريو أصعب قانون بالنسبة للكوميرشال، أصعب قانون بالنسبة للشاحنات والهاي هو أونتاريو. هلا أونتاريو إذا بتشتري ترك من كيبك ما بيرضى بالسيفتي تبع كيبك، السيفتي تبع الميكانيك، يعني اوكي. لما بدك تسجل ما بيقبلوا بالسيفتي تبع كيبك، فبدك تعمل سيفتي أونتاريو. نعم، قانون اونتاريو اصعب بكثير من كيبك، وتقريبا هي الليسن تبع اونتاريو هي اكثر ليسن معترف عليها بكندا وبامريكا. حلو حلو. طيب في سؤال بدي اسالكم اياه، هل في عربي كثير على هذا بهذه المهنه؟ انا سمعت انه البنغال والهنود اكثر ناس شغالين على هذا الموضوع، يعني حتى مره وانا رايح على البرتا دخلت على محطه بنزين كاتبين بمحطه البنزين بالهندي، فبسالها بتقول لي عشان تراك درايفرز، فيمكن يوسف يقدر يفيدنا بهذا الموضوع. كلامك صحيح. بتورنتو أكبر الشركات هي الشركات الهندية. هم الهنود يعني اللي أكثر اللي بيملكوا هالشي وهالشغلة وبيساعدوا بعضهم. فعلا يعني عن جد يعني موضوع، وعلى فكرة ما بعرف شلون بدي أصل، بس هو مظبوط كلامك، هم الهنود أفضل شيء يعني عفوا هم أكثر ناس اللي بيشتغلوا بهالمصلحة. اوكي، وان شاء الله نشوف في عرب اكثر لانه فيها دخل كويس. علاء، بالنسبه لمحليا انت بتشوف في فرق، ولا في كنديين وفي هنود وفي او من اصل هندي يعني؟ هلا على الدمب تراك تقدر تقول انه الاغلب كنديان اللي عايشين بالكنتري، بالقرى اللي حوالي اوتاوا. اوكي. نسبة الهنود يعني قليلة جدا. العرب يعني بعرف اني 4 أو 5 سائقين قدماء هون، يعني صار لهم 20 و30 سنة بأوتاوا، بعرف 2 سائقين بس الأغلب يعني الكنديين، بتلاقيهم كلهم سكان المناطق اللي حوالي أوتاوا، يعني مو من المدينة، كلهم كانتري. نعم. طيب انا سؤالي الاخير، انا
التراك هذا لما انت تشتريه او انت شغال عليه، هل وين بتصفه؟ يعني اكيد مش هتصفه قدام البيت، هل في مكان بتصفوه فيه بتبيتوه فيه، اما لازم تحطه somewhere else؟ كيف بالنسبة لك يوسف؟ انا شخصيا بالنسبه لي الشركه تبعتنا هون مستاجرين يارد باتوا، يعني مستاجرين هن مثلا 10 تركات بمكان لشركه، هن بشركه غير شركتهم مسموح لها اصف هناك. واضح. وعلى انا مستاجر سيلف ستورج، مستاجر شقه ارض صغيره وعم بصفه هناك، لانه هو تركات ممنوع تصف بالاماكن السكنيه يعني، او قريبه انا أماكن سكنية. نعم وهذا قانون كمان مهم. نعم صراحة يعني الحلقة كانت أكثر من رائعة، بشكركم على قبولكم لهذه الدعوة. يعني قناة صوت عرب كانت دائما بتحاول أن تعطي المعلومات، ولكن بدون شباب متشجعين أنهم يعطوا هذه المعلومات أكيد راح يكون في لنا صعوبات. فأنا حابب أقدم لكم شكر باسمي، خاصة باسم القناة وباسم جميع المشاهدين اللي بيحضرونا. بدي أعطيكم شكرا. آخر دقائق أحكم بكم إياها. تفضل علاء. تفضل علاء. شكرا لك دكتور، يعني احنا تشرفنا بهاللقاء واحنا بالخدمة، يعني اي حدا بحب يستفسر، بحب بده مساعدة بالموضوع، يعني اني جاهز، يعني بيقدر يسألني ايمت ما حب. يعني ما بتقصر. يوسف تفضل اذا بدك تحكي. طبعا شرف لنا هذا يا دكتور، انه الدكتور محمد شريف النجم، الطبيب الانساني الجميل المحبوب لدى الجميع، يعني وانت غنى عن التعريف دكتور. وبنصح اني برد بكرر نصيحتي عبر قناتك، انه الجميع يطالعوا شهاده شاحنات، هي اذا ما اشتغلت فيها بتظل معك، وهي فرصه عمل جيده، ولا تظل تحط العقبات براسك، بدي انام بالدار، بدي انام برا، بدي انام كذا. تجاوز المرحله، خلي يكون عندك خبره، هي شهادتك بجيبتك، ايمت ما بدك تترك عملك، ايمت ما بدك ترجع. انا بنصح جميع العرب اللاجئين واللي جايين والكذا يشتغلوا هاي المهنه. انت عقبت على نقطه جميله، الهنود كلهم اكثرهم شوفيري الشاحنات، لو ما فيها مردود مادي كويس ما كانوا اشتغلوها. صحيح. أنا بشكركم مرة ثانية على هذا اللقاء الرائع والجميل، بشكر جميع من كان معنا، بذكر الجميع أنه نحن نستقبل من أي واحد حابب يقدر يطلع بيحكي عن مهنته وحسناتها سيئاتها عقباتها، شو كيف ممكن يدخل في مجال هذا المهن ويفيد الآخرين. بنقول جزاه الله خير أبو يعني أبو زيد وأبو يوسف أبو صالح أبو صلاح بصراحة. أبو زايد، أبو زايد بشكركم من صميم قلبي، وبقول لكم الله يعطيكم العافية. شكرا لك دكتور، ميزان حسناتكم، تصبحوا على خير. الله يبارك فيك ويجزاك خير، الله يعطيك العافية دكتور. شكرا دكتور.